الكسكس المغربي لا يحتوي على فطريات على عكس الشائعات التي تم ترويجها في الآونة الأخيرة. المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكد على جودة الكسكس المغربي واحترام مهنيي القطاع جميع المعايير العالمية للتخزين، كما أنه لم يسبق لمصالحها أن كشفت حالة تسمم بواسطة الكسكس. وكيتصنع بواحد الطريقة حديثة وعصرية، وأن المواد الأولية القمح الصلب يخضع لمراقبة عند الحدود وعند صاحب المصنع، وأن نسبة مهمة للكسكس المغربي تتصدر إلى أمريكا وأوروبا وإلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط. وللوقوف على مراحل إنتاج الكسكس توجهنا إلى مصنعين لإنتاج الكسكس ببسكورة هنا، حيث يخضع هذا المنتوج الغذائي لعدة عمليات لمراقبة الجودة. الأولى تكون عند وصول الحبوب المستوردة، حيث يتم تحليلها للكشف عن السموم الفطرية، لتأتي بعد ذلك مرحلة التنقية ثم مرحلة الترطيب لتسهيل عملية الطحن والغربلة. هي اول حاجه حنا عندنا هي من كيجي لا ماتيير بروميير، المواد الاوليه اللي كنستعملوا من كتجي هي كتخضع اول حاجه لبعض لي كونترول اللي كيداروا افون ريسبسيون افون لي ريسبسيون. وتجدر الإشارة إلى أن عملية مراقبة الكسكس لا تقتصر فقط على مراحل الإنتاج، بل تشمل أيضا مراحل التوزيع بالأسواق المحلية، ليكون الكسكس المغربي خاضعا لجميع شروط السلامة ولا يشكل أي خطر على صحة المستهلك.